بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ينزه تعالى نفسه المقدسة ويعظمها لأن له الأفعال العظيمة والمنن الجسيمة، التي من جملتها أنه أسرى بعبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام الذي هو أجل المساجد على الإطلاق إلى المسجد الأقصى الذي هو من المساجد الفاضلة وهو محل الأنبياء، فأسري به في ليلة واحدة إلى مسافة بعيدة جدا ورجع في ليلته، وأراه الله من آياته ما ازداد به هدى وبصيرة وثباتا وفرقانا. وهذا من اعتنائه تعالى به ولطفه، حيث يسره لليسرى في جميع أموره، وخوله نعما فاق بها الأولين والآخرين. وظاهر الآية أن الإسراء كان في أول الليل وأنه من نفس المسجد الحرام، لكن ثبت في الصحيح أنه أسري به من بيت أم هانئ، فعلى هذا تكون الفضيلة في المسجد الحرام لسائر الحرم، فكله تضاعف فيه العبادة كتضاعفها في نفس المسجد، وأن الإسراء بروحه وجسده معا، وإلا لم يكن في ذلك آية كبرى ومنقبة عظيمة. وقد تكاثرت الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء وذكر تفاصيل ما رأى، أنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به من هناك إلى السماوات حتى وصل إلى ما فوق السماوات العلى، ورأى الجنة والنار والأنبياء على مراتبهم، وفرض الله عليه الصلوات 50. ثم ما زال يراجع ربه بإشارة موسى الكليم حتى صارت 5 في الفعل و50 في الأجر والثواب. وحاز من المفاخر تلك الليلة هو وأمته ما لا يعلم مقداره إلا الله عز وجل، وذكره هنا وفي مقام الإنزال للقرآن ومقام التحدي بصفة العبودية، لأنه نال هذه المقامات الكبار بتكميله لعبودية ربه. وقوله الذي باركنا حوله، أي بكثرة الأشجار والأنهار والخصب الدائم، ومن بركته تفضيله على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد المدينة، وأنه يطلب شد الرحل إليه للعبادة والصلاة فيه، وأن الله اختصه محلا لكثير من أنبيائه وأصفيائه. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. كثيرا ما يقرن الباري بين نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوة موسى صلى الله عليه وسلم، وبين كتابيهما وشريعتيهما، لأن كتابيهما أفضل الكتب وشريعتيهما أكمل الشرائع ونبوتيهما أعلى النبوات وأتباعهما أكثر المؤمنين. ولهذا قال هنا فآتينا موسى الكتاب الذي هو التوراة وجعلناه هدى لبني إسرائيل يهتدون به في ظلمات الجهل إلى العلم بالحق. ألا تتخذوا من دوني وكيلا، أي وقلنا لهم ذلك وأنزلنا إليهم الكتاب لذلك، ليعبدوا الله وحده وينيبوا إليه ويتخذوه وحده وكيلا ومدبرا لهم في أمر دينهم ودنياهم، ولا يتعلقوا بغيره من المخلوقين الذين لا يملكون شيئا ولا ينفعونهم بشيء. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، أي يا ذرية من مننا عليهم وحملناهم مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ففيه التنويه بالثناء على نوح عليه السلام بقيامه بشكر الله واتصافه بذلك، والحث لذريته أن يقتدوا به في شكره ويتابعوه عليه، وأن يتذاكروا نعمة الله عليهم إذ أبقاهم واستخلفهم في الأرض وأغرق غيرهم. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. وقضينا إلى بني إسرائيل، أي تقدمنا وعهدنا إليهم
وأخبرناهم في كتابهم أنهم لا بد أن يقع منهم إفساد في الأرض مرتين بعمل المعاصي والبطر لنعم الله والعلو في الأرض والتكبر فيها، وأنه إذا وقع واحدة منهما سلط الله عليهم الأعداء وانتقم منهم، وهذا تحذير لهم وإنذار لعلهم يرجعون فيتذكرون. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. فإذا جاء وعد أولاهما أي أولى المرتين اللتين يفسدون فيهما، أي إذا وقع منهم ذلك الفساد، بعثنا عليكم بعثا قدريا وسلطنا عليكم تسليطا كونيا جزائيا عبادا لنا أولي بأس شديد، أي ذوي شجاعة وعدد وعدة، فنصرهم الله عليكم فقتلوكم وسبوا أولادكم ونهبوا أموالكم فجاسوا خلال الديار وهتكوا الدور ودخلوا المسجد الحرام وأفسدوه، وكان وعدا مفعولا لا بد من وقوعه لوجود سببه منهم. واختلف المفسرون في تعيين هؤلاء المسلطين، إلا أنهم اتفقوا على أنهم قوم كفار إما من أهل العراق أو الجزيرة أو غيرها، سلطهم الله على بني إسرائيل لما كثرت فيهم المعاصي وتركوا كثيرا من شريعتهم وطغوا في الأرض. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم أي على هؤلاء الذين سلطوا عليكم فأجليتموهم من دياركم، وأمددناكم بأموال وبنين أي أكثرنا أرزاقكم وكثرناكم وقويناكم عليهم وجعلناكم أكثر نفيرا منهم، وذلك بسبب إحسانكم وخضوعكم لله. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم لأن النفع عائد إليكم حتى في الدنيا كما شاهدتم من انتصاركم على أعدائكم، وإن أسأتم فلها أي فلأنفسكم يعود الضرر كما أراكم الله من تسليط الأعداء. فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة الآخرة التي تفسدون فيها في الأرض سلطنا عليكم الأعداء، ليسوءوا وجوهكم بانتصارهم عليكم وسبيكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة، والمراد بالمسجد مسجد بيت المقدس، وليتبروا أي يخربوا ويدمروا ما علوا عليه تتبيرا، فيخربوا بيوتكم ومساجدكم وحروثكم. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. عسى ربكم أن يرحمكم فيديل لكم الكرة عليهم فرحمهم وجعل لهم الدولة، وتوعدهم على المعاصي فقال وإن عدتم إلى الإفساد في الأرض عدنا إلى عقوبتكم، فعادوا لذلك فسلط الله عليهم رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم فانتقم الله به منهم، فهذا جزاء الدنيا وما عند الله من النكال أعظم وأشنع، ولهذا قال وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. يصلونها ويلازمونها لا يخرجون منها أبدا. وفي هذه الآيات التحذير لهذه الأمة من العمل بالمعاصي لئلا يصيبهم ما أصاب بني إسرائيل، فسنة الله واحدة لا تبدل ولا تغير. ومن نظر إلى تسليط الكفرة والظلمة على المسلمين عرف أن ذلك من أجل ذنوبهم عقوبة لهم، وأنهم إذا أقاموا كتاب الله وسنة رسوله مكن الله لهم في الأرض ونصرهم على أعدائهم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يخبر تعالى عن شرف القرآن وجلالته وأنه يهدي للتي هي أقوم أي أعدل وأعلى من العقائد والأعمال والأخلاق، فمن اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع الأمور. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات من الواجبات والسنن إن لهم أجرا كبيرا، أعده الله لهم في دار كرامته لا يعلم وصفه إلا هو. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. فالقرآن مشتمل على البشارة والنذارة وذكر الأسباب التي تنال بها البشارة وهو الإيمان والعمل الصالح، والتي تستحق بها النذارة وهو ضد ذلك. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وهذا من جهل الإنسان وعجلته، حيث يدعو على نفسه وأولاده بالشر عند الغضب ويبادر بذلك الدعاء كما يبادر بالدعاء في الخير، ولكن الله بلطفه يستجيب له في الخير ولا يستجيب له بالشر. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. يقول تعالى وجعلنا الليل والنهار آيتين، أي دالتين على كمال قدرة الله وسعة رحمته وأنه الذي لا تنبغي العبادة إلا له. فمحونا آية الليل أي جعلناه مظلما للسكون فيه والراحة، وجعلنا آية النهار مبصرة أي مضيئة لتبتغوا فضلا من ربكم في معايشكم وصنائعكم وتجاراتكم وأسفاركم، ولتعلموا بتوالي الليل والنهار واختلاف القمر عدد السنين والحساب فتبنون عليها ما تشاءون من مصالحكم. وكل شيء فصلناه تفصيلا، أي بينا الآيات وصرفناها لتتميز الأشياء ويتبين الحق من الباطل، كما قال تعالى ما فرطنا في الكتاب من شيء. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا إخبار عن كمال عدله أن كل إنسان يلزمه طائره في عنقه، أي ما عمل من خير وشر يجعله الله ملازما له لا يتعداه إلى غيره، فلا يحاسب بعمل غيره ولا يحاسب غيره بعمله. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، فيه عمله من الخير والشر حاضرا صغيره وكبيره، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. وهذا من أعظم العدل والإنصاف أن يقال للعبد حاسب نفسك ليعرف ما عليه من الحق الموجب للعقاب. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. أي هداية كل أحد وضلاله لنفسه، ولا يحمل أحد ذنب أحد ولا يدفع عنه مثقال ذرة من الشر، والله تعالى أعدل العادلين لا يعذب أحدا
حتى تقوم عليه الحجة بالرسالة ثم يعاند الحجة. وأما من انقاد للحجة أو لم تبلغه حجة الله تعالى فإن الله تعالى لا يعذبه. استدل بهذه الآية على أن أهل الفترات وأطفال المشركين لا يعذبهم الله حتى يبعث إليهم رسولا، لأنه منزه عن الظلم. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. يخبر تعالى أنه إذا أراد أن يهلك قرية من القرى الظالمة ويستأصلها بالعذاب أمر مترفيها أمرا قدريا ففسقوا فيها واشتد طغيانهم فحق عليها القول، أي كلمة العذاب التي لا مرد لها. فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. وهؤلاء أمم كثيرة أبادهم الله بالعذاب من بعد قوم نوح كعاد وثمود وقوم لوط وغيرهم، من عاقبهم الله لما كثر بغيهم واشتد كفرهم أنزل الله بهم عقابه العظيم. وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. فلا يخافون منه ظلما وأنه يعاقبهم على ما عملوه. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. يخبر تعالى أن من كان يريد العاجلة أي الدنيا المنقضية الزائلة فعمل لها وسعى ونسي المبدأ أو المنتهى أن الله يعجل له من حطامها ومتاعها ما يشاءه ويريده مما كتب له في اللوح المحفوظ، ولكنه متاع غير نافع ولا دائم له، ثم يجعل له في الآخرة جهنم يصلاها أي يباشر عذابها مذموما مدحورا، أي في حالة الخزي والفضيحة والذم من الله ومن خلقه والبعد عن رحمة الله، فيجمع له العذاب والفضيحة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. ومن أراد الآخرة فرضيها وآثرها على الدنيا وسعى لها سعيها الذي دعت إليه الكتب السماوية والآثار النبوية فعمل بذلك على قدر إمكانه وهو مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فأولئك كان سعيهم مشكورا، أي مقبولا منما مدخرا، لهم أجرهم وثوابهم عند ربهم، ومع هذا فلا يفوتهم نصيبهم من الدنيا، فكلا يمده الله منها لأنه عطاؤه وإحسانه. وما كان عطاء ربك محظورا، أي ممنوعا من أحد، بل جميع الخلق راتعون بفضله وإحسانه. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض في الدنيا بسعة الأرزاق وقلتها واليسر والعسر والعلم والجهل والعقل والسفه وغير ذلك من الأمور التي فضل الله العباد بعضهم على بعض بها. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا، فلا نسبة لنعيم الدنيا ولذاتها إلى الآخرة بوجه من الوجوه، فكم بين من هو في الغرف العاليات واللذات المتنوعات والسرور والخيرات والأفراح ممن هو يتقلب في الجحيم ويعذب بالعذاب الأليم وقد حل عليه سخط الرب الرحيم، وكل من الدارين بين أهلها من التفاوت
ما لا يمكن أحدا عده. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. أي لا تعتقد أن أحدا من المخلوقين يستحق شيئا من العبادة، ولا تشرك بالله أحدا منهم، فإن ذلك داع للذم والخذلان، فالله وملائكته ورسله قد نهوا عن الشرك وذموا من عمله أشد الذم، ورتبوا عليه من الأسماء المذمومة والأوصاف المقبوحة ما كان به متعاطيه أشنع الخلق وصفا وأقبحهم نعتا. وله من الخذلان في أمر دينه ودنياه بحسب ما تركه من التعلق بربه، فمن تعلق بغيره فهو مخذول قد وكل إلى من تعلق به، ولا أحد من الخلق ينفع أحدا إلا بإذن الله، كما أن من جعل مع الله إلها آخر له الذم والخذلان، فمن وحده وأخلص دينه لله وتعلق به دون غيره فإنه محمود معان في جميع أحواله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. لما نهى تعالى عن الشرك به أمر بالتوحيد فقال: وقضى ربك قضاء دينيا وأمرا شرعيا ألا تعبدوا أحدا من أهل الأرض والسماوات الأحياء والأموات إلا إياه، لأنه الواحد الأحد الفرد الصمد الذي له كل صفة كمال وله من كل صفة أعظمها على وجه لا يشبهه أحد من خلقه، وهو المنعم بالنعم الظاهرة والباطنة، الدافع لجميع النقم، الخالق الرازق، المدبر لجميع الأمور، فهو المتفرد بذلك كله وغيره ليس له من ذلك شيء. ثم ذكر بعد حقه القيام بحق الوالدين فقال: وبالوالدين إحسانا، أي أحسنوا إليهما بجميع وجوه الإحسان القول والفعل، لأنهما سبب وجود العبد، ولهما من المحبة للولد والإحسان إليه والقرب ما يقتضي تأكد الحق ووجوب البر. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، أي إذا وصل إلى هذا السن الذي تضعف فيه قواهما ويحتاجان من اللطف والإحسان ما هو معروف، فلا تقل لهما أف، وهذا أدنى مراتب الأذى نبه به على ما سواه، والمعنى لا تؤذيهما أدنى أذية، ولا تنهرهما أي تزجرهما وتتكلم كلاما خشنا. وقل لهما قولا كريما، بلفظ يحبانه وتأدب وتلطف معهما بكلام لين حسن يلذ على قلوبهما وتطمئن به نفوسهما، وذلك يختلف باختلاف الأحوال والعوائد والأزمان. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أي تواضع لهما ذلا لهما ورحمة واحتسابا للأجر لا لأجل الخوف منهما أو الرجاء لما لهما ونحو ذلك من المقاصد التي لا يؤجر عليها العبد. وقل رب ارحمهما أي ادعو لهما بالرحمة أحياء وأمواتا جزاء على تربيتهما إياك صغيرا. وفهم من هذا أنه كلما ازدادت التربية ازداد الحق، وكذلك من تولى تربية الإنسان في دينه ودنياه تربية صالحة غير الأبوين فإن له على من رباه حق التربية. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، أي ربكم تعالى مطلع على ما أكنته سرائركم من خير وشر، وهو لا ينظر إلى أعمالكم وأبدانكم وإنما ينظر إلى قلوبكم وما فيها من الخير والشر. إن تكونوا صالحين بأن تكون إرادتكم ومقاصدكم دائرة على مرضات الله ورغبتكم فيما يقربكم إليه، وليس في قلوبكم إرادات مستقرة لغير الله، فإنه كان للأوابين غفورا أي الرجاعين إليه في جميع الأوقات غفورا، فمن اطلع الله على قلبه
وعلم أنه ليس فيه إلا الإنابة إليه ومحبته ومحبة ما يقرب إليه، فإنه وإن جرى منه في بعض الأوقات ما هو مقتضى الطبائع البشرية فإن الله يعفو عنه ويغفر له الأمور العارضة غير المستقرة. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يقول تعالى: وآت ذا القربى حقه، من البر والإكرام الواجب والمسنون، وذلك الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال والأقارب والحاجة وعدمها والأزمنة. والمسكين آته حقه من الزكاة ومن غيرها لتزول مسكنته، وابن السبيل وهو الغريب المنقطع به عن بلده، ولا تبذر تبذيرا. يعطي الجميع من المال على وجه لا يضر المعطي ولا يكون زائدا على المقدار اللائق، فإن ذلك تبذير، وقد نهى الله عنه وأخبر: إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. لأن الشيطان لا يدعو إلا إلى كل خصلة ذميمة، فيدعو الإنسان إلى البخل والإمساك، فإذا عصاه دعاه إلى الإسراف والتبذير. والله تعالى إنما يأمر بأعدل الأمور وأقسطها ويمدح عليه، كما في قوله عن عباد الرحمن الأبرار: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وقال هنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، كناية عن شدة الإمساك والبخل، ولا تبسطها كل البسط فتنفق فيما لا ينبغي وزيادة على ما ينبغي، فتقعد إن فعلت ذلك ملوما أي تلام على ما فعلت، محسورا أي حاسر اليد فارغها، فلا بقي ما في يدك من المال ولا خلفه مدح وثناء. وهذا الأمر بإيتاء ذي القربى مع القدرة والغنى، فأما مع العدم أو تعسر النفقة الحاضرة فأمر تعالى أن يردوا ردا جميلا فقال: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها، أي تعرضن عن إعطائهم إلى وقت آخر ترجو فيه من الله تيسير الأمر. فقل لهم قولا ميسورا، أي لطيفا برفق ووعد بالجميل عند سنوح الفرصة، واعتذار بعدم الإمكان في الوقت الحاضر، لينقلب عنك مطمئنة خواطرهم، كما قال تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. وهذا أيضا من لطف الله تعالى بالعباد، أمرهم بانتظار الرحمة والرزق منه، لأن انتظار ذلك عبادة، وكذلك وعدهم بالصدقة والمعروف عند التيسر عبادة حاضرة، لأن الهم بفعل الحسنة حسنة. ولهذا ينبغي للإنسان أن يفعل ما يقدر عليه من الخير وينوي فعل ما لم يقدر عليه ليثاب على ذلك، ولعل الله ييسر له بسبب رجائه. ثم قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، أي يضيقه على من يشاء فيجزيهم على ما يعلمه صالحا لهم ويدبرهم بلطفه وكرمه. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. وهذا من رحمته بعباده، حيث كان أرحم بهم من والديهم، فنهى الوالدين أن يقتلوا أولادهم خوفا من الفقر والإملاق، وتكفل برزق الجميع، وأخبر أن قتلهم كان خطأ كبيرا، أي من أعظم كبائر الذنوب لزوال الرحمة من القلب والعقوق العظيم والتجرؤ على قتل الأطفال الذين لم يجري منهم ذنب ولا معصية. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. النهي عن قربان الزنا أبلغ من النهي عن مجرد فعله، لأن ذلك يشتمل النهي عن جميع مقدماته ودواعيه، فإن من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه، خصوصا هذا الأمر الذي في كثير من النفوس أقوى داع إليه. ووصف الله الزنا وقبحه بأنه كان فاحشة، أي إنما يستفحش في الشرع والعقل والفطر،
لتضمنه التجري على الحرمة في حق الله وحق المرأة وحق أهلها أو زوجها وإفساد الفراش واختلاط الأنساب وغير ذلك من المفاسد. وقوله وساء سبيلا أي بئس السبيل، سبيل من تجرأ على هذا الذنب العظيم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وهذا شامل لكل نفس حرم الله قتلها من صغير وكبير وذكر وأنثى وحر وعبد ومسلم وكافر له عهد إلا بالحق، كالنفس بالنفس والزاني المحصن والتارك لدينه المفارق للجماعة والباغي في حال بغيه إذا لم يندفع إلا بالقتل. ومن قتل مظلوما أي بغير حق فقد جعلنا لوليه وهو أقرب عصباته وورثته إليه سلطانا، أي حجة ظاهرة على القصاص من القاتل، وجعلنا له أيضا تسلطا قدريا على ذلك، وذلك حين تجتمع الشروط الموجبة للقصاص كتعمد العدوان والمكافأة. فلا يسرف الولي في القتل إنه كان منصورا.